نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في الحي السادس بمدينة دمياط الجديدة. يأتي ذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمة الطبية للمواطنين. موجودين في قافلة مدينة دمياط الجديدة مساكن الستين، القافلة تابعة لمبادرة حياة كريمة الرئاسية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. القافلة النهاردة فيها 12 عيادة تخصصية، فيها معمل متكامل، فيها طبعا صيدلية متكاملة تم إمدادها بكل الأدوية اللي بتغطي التخصصات الطبية في القافلة. كل الخدمات بتتقدم في القافلة بشكل مجاني، بنخفف طبعا عن كاهل المواطن. بنسمح كمان للمريض أنه يقدر يكشف 4 تخصصات طبية مختلفة، ممكن يكشف تخصص في اليوم الأول ويتحول لعيادة تانية حسب رؤية الطبيب، وكذلك نفس النظام في اليوم الثاني. القافلة العلاجية النهاردة موجودة بمنطقة الستين بمدينة دمياط الجديدة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. القافلة العلاجية من الخدمات المميزة جدا لوزارة الصحة، وأهم ما يميزها أن هي مجانية تماما بداية من صرف التذكرة إلى انتهاء الخدمة، إلى جانب كمان هي بتوصل لمستحقيها لحد عندهم، وطبعا ده تخفيفا على اهلنا من كبار السن واللي ما يقدروش يتنقلوا لاقرب مكان مقدم خدمه بالنسبه للخدمه الصحيه. القافله النهارده بتقدم العيادات التخصصيه، عندنا 12 عياده تخصصيه الى جانب عياده تنظيم الاسره، عندنا الاشعه العاديه والاشعه بالسونار. الفحوصات دي بنوفرها عشان نسهل على المريض على الطبيب اتخاذ القرار المناسب تجاه المريض. ربنا يخليك لنا يا ريس على الحاجات الحلوه والجميله اللي انت عملتها لنا، والرعايه والحاجات اللي مهتمين بينه، واحنا والله يعني دخلت كشفت مسالك واتعمل للازم، وكشف باطني ومعمول للازم، وتحاليل سكر وعلاج وحاجات يعني جميلة جدا. أنا جاي أشكر الرئيس السيسي وأشكر الدولة. أنا عشت 45 سنة برة، شو ما شفناش اللي بيحصل في مصر أبدا من نظافة وإيمان وعمل وجهد. ربنا يطول لنا في عمر الرئيس السيسي، والله العظيم أنا بقولها من كل قلبي، أقسم بالله الراجل ده ربنا سبحانه وتعالى بعته لنا في الأرض حماية لنا، حماية لنا. ربنا يطول لنا في عمرك يا سيادة الرئيس السيسي.